عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم من جديد وكنتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. قناة عايدة للوصفات المغربية والعربية بامتياز تحييكم، واليوم غنقدموا وصفة بان سويس مالح. حنا كنعرفوا ان البان سويس كيكون بلاك كريم باتيسيير وبشوكولا، اليوم غنديروا حنايا بحشوة او بفخس مالحة، وغادي يكون الاساس او الباز ديالو هو عجينة سحرية، عجينة 10 دقائق اللي سبق لي وقدمت معكم في القناة، غنوضع الرابط ديالها اسفل الفيديو. هو العجين ديالنا اللي قلت لكم على اننا غادي نعتمدوه في العديد من الوصفات، اليوم غنستعملوه في البان سويس مالح. بالنسبه للحشو او الحشوه ديال هذا البان سويس، فحنا غنستعملوا جوج بصلات كبار، فلفله حمراء مقطعه مربعات صغيره، فلفله خضراء مقطعه مربعات صغيره، علبه من الطون اللي كيكون طون اونسيان طون كامل مصفات من الزيت، جوج معالق كبار من صلصه الطماطم، ماشي مركز طماطم وانما صلصه الطماطم، جوج معالق من زيت نباتيه. بالنسبه للتوابل فهي بسيطه، الملح والفلفل الاحمر بابريكا تحميره او ايضا عفوا الفلفل الاسود ربع ملعقه من الابزار، وكتبقى الا بغيتو تستعملوا الحار ممكن تزيدوا لاصوص تاباسكو او تزيدوا السودانيه او الهريسه، تتبقى اختياريه. اذا هادو هما المقادير، نعاودهم معكم: جوج بصلات كبار، فلفله حمراء مقطعه مربعات صغار، فلفله خضراء مقطعه مربعات صغار، علبه من الطون او من داك الطون اللي كيكون اونتي كامل فصوص من الطون مصفات من الزيت، جوج معالق من صلصة الطماطم، جوج معالق من الزيت النباتية، والتوابل حسب الاختيار: ملح، إبزار، وفلفل أحمر. بالنسبة للعجين أعيد، فهو العجين السحري، عجين 10 دقائق اللي غنترك لكم الرابط ديالو أسفل الفيديو. إذا غندوزو على بركة الله لطريقة تحضير الحشوة. كالعادة وفي مقلاة على النار كنوضعو جوج معالق أو ملعقة كبيرة، حنا عندنا ميزاننا، من زيت النباتيه اللي غادي نطيحوا فيها البصلات ديالنا، قلنا انه جوج بصلات كبار، غادي نحركوهم ونخليهم حتى يطيحوا هذا الشكل، عاد غنضيفوا عليهم الفلفل والثوم وصلصه الطماطم. اذا نخليو البصله ديالنا كطيح، نضيفوا الان بعد ما طاحت البصله الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، الا كان عندكم حتى الفلفل الاصفر ممكن تستعملوه، كيجي والالوان رائعين، شوفوا الروعه ديال الالوان كيفاش كتجي، انا بدا كتبهرني الالوان الاخضر مع الاحمر، يعني رائعين كل معنى الكلمه. كنخليهم يزيدوا على ثاني يطيحوا، عاد نضيفوا الثوم. طاحت لينا الفلفله مع البصله، دابا غادي نزيدوا الثوم، العلبه ديالنا ديال الثوم بهذا الشكل هذا، وغادي نخلطو مزيان كمصا باش يدخلو العناصر مع بعضياتهم، وديك الطونة تدخل مع الأشياء، العناصر كلها مع بعضها ديال الطون البصلة والفلفلة. دابا غنزيد دوك جوج معالق اللي عندي ديال لاصوص طوماط، صلصة الطماطم ماشي مركز الطماطم كيف ما قلت، على الشكل هذا، وغادي نضيف توابل اللي هي الملحة البزار والبابريكا كلهم، ونخلط الكل الشكل هذا، ونخليهم كيدخل العناصر وكتندمج مع بعضياتها، لان دابا كلشي عندي طايب، نخليهم غير هذيك لاصوص تشبر فيهم باش تعطينا واحد المذاق رائع مع دوك التوابل اللي زدنا في الاخير. خلي واحد حتى كتنشف مزيان، مابقاش فيها كاع لاصوص، كتشبر فراسها وكنزولوها. بغيتو تضيفوا عليها الفرماج محكوك ممكن، انا ما غاديش نضيفو عليها لان غادي نضيفو في الطبقه الثانيه ديال البان سويس ديالي. شوفو كناخد العجينه السحريه ديالي وكنطلقها على شكل، خصها تجيني على شكل مستطيل على الشكل هذا، استمر حتى نطلقها على الشكل اللي بغيتو. معايا فردت العجين ديالي على شكل مستطيل، هذه هي الحشوه ديالي، نحاول نخليها تبعد عاد نخدم بها باش ما تقطعليش العجينه. وهنا وجدت كميه من الفرماج، تقريبا 100 غرام ديال الفرماج محكوك، ودابا غنوري لكم الطريقه ديال المونتاج ديال البان سويس ديالي. بهذا الجزء اللي من هذا الشيء كنغطي به هذا الوسط بحال هكا، كتشوفوا معايا، كنظن ان الطريقه سهله وبسيطه بحال هكا. وكناخذ الفرماج ديالي وكنعملو على هذا الجزء هذا كامل بحال هكا، هذا الشكل كما كتشوفوا، طريقه سهله جدا وبسيطه، فيها شي حاجه معقده. كنعمر الجزء ديالي اللي تنيت بالفرماج بحال هكا،
ثم كنرد الجزء الاخر او التالي على هذا الجزء هذا بحال هكا يعني، ولا اسهل، طريقه سهله جدا. انا كنحصل دابا على مستطيل طويل، غادي ندهنو باصفر البيض ونسكافيه، ومن بعد عاد نقطعو. ناخذ اصفر بيضه، عفوا بيضه كلها، ما كنديرش انا غير الاصفر، وكنخلط هكا مع نسكافيه، هي اللي كتعطيني داك اللون يعني المقرمش، داك اللون الذهبي الغامق، كتجي رائعه جدا. دونك هكا غندهن، كناخذ البانسو ديالي وكنبدا كندهن العجين بهذا الشكل هذا. ديالها رائع جدا. دونك ناخذها دابا وكندهنها ايضا بصفار البيض. ديالها رائع جدا. دونك ناخذها دابا وكندهنها ايضا بصفار البيض. كنشوفو من بعد ما دهنتها بالبيض لاكوغون ديالي، كنجيب شويه ديال الجنجلان شويه وكنرشو من الفوق ديالها، كيجي الشكل ديالها رائع. كندخلها الفرن الداخل 180 درجه لمده 30 دقيقه، وعيني ميزاني الى طابت، هي هذيك ما طابتش كنزيدها شويه. دونك فوالا، هذا هو الشكل ديالها، كيجي رائع جدا، فطيره رائعه جدا. كندخلها للفرن كيف ما قلت لكم، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديال البان سويس ديالنا مالح، وايضا لاكور. حبيباتي، هو الشكل النهائي للبان سويس ديالنا، كيجي من اروع ما يكون. بان سويس بالعجين السحري، عجين العشر دقائق، كيجي رائع جدا. نوري لكم الشكل ديالو كيفاش كيجي، كيجي حقا بحال بان سويس اللي كنشريو من برا، يعني بان سويس بان سويس رائع جدا كيجي، وفتي فتي ما قاصحش، طايب مزيان ولكن هو فتي في نفس الوقت، كيجي الشكل ديالو رائع. وايضا الشكل ديال لاكورون اللي صوبنا كتجي رائعه جدا، من اروع ما يكون، الشكل ديالها رائع وشهيه بزاف، يعني كتحمر الوجه. هذه يجي عندك الضيوف ولا شي حاجه تقدر تقدمها، انتما طايبه مزيان من الفوق ومن التحت، من اروع ما يكون. هذا هو الشكل ديال الاطباق اللي وجدنا اليوم، الشكل ديال لاكورون والشكل ديال بان سويس. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، و الى عجبكم ما تنساوش كالعاده ديروا لنا لايك فضلا لا امرا، وضغطوا على الزر المربع من اجل الاشتراك في القناه، صابوني سبسكرايب، وكذلك تفعيل الجرس من اجل التواصل بجديد الوصفات. ما تنساوش تبارطاجيو معنا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبارطاجيوهم مع اصحابكم وعائلتكم لكي تكبر العائله. كنت سعيده بلقائكم، وساظل سعيده به دوما. الى فيديو لاحق بحول الله.